pelajaran ketiga. Salat fardu ini wajib dikerjakan oleh umat muslim. Jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan berdosa. Kalau pada pelajaran kedua kita sudah mempelajari bagian-bagian penting yang ada dalam pelaksanaan salat. Pada pelajaran ini kita dapat memperhatikan dengan seksama bagaimana cara pelaksanaan sholat lima waktu dengan mudah. Sholat subuh Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga keluarnya matahari di ufuk timur. Bismillahirrahmanirrahim Usalli fardas subahi Rak'ataini mustaqbilal qiblati اداء لله تعالى الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا اني <Esbyan> وجهت وجهي للذي فطر السماوات <سؤال> والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الهي يا ربي سبحان الله 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 الحمد لله

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 الله أكبر

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Pada sholat subuh dua rakaat tadi, kita disunahkan untuk membaca doa kunut yang dilaksanakan setelah tidak pada rakaat kedua sholat duhur.